السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بعون الله وتوفيقه في هذه الليلة الاستماع للمتسابقين، ونبدأ بالمتسابق الأول صالح أحمد تكريم من بنغلاديش، ويقرأ برواية حفص عن عاصم، فليتفضل مشكورا. ثم استوى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب الملائكة بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. أتجعل فيها من وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على